انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح ساعة البيت. والرزق بيحب الخفية. تعرف تخرس؟ اخرس زي البي ما قالك. حاضر يا بي خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون. اتحرك يا اخويا. اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس. هنا محدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقه بيه. انا خدامك يا ابني. هنا مفيش خدام بقه حد بيفتح. وضبوهم. خلاص استراحة قصيرة. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالوا على الاستراحة يا ولد. اقعد يا بشبيش. انا ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 يتشافوا كوباية كبيرة وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتحي السريح. ده اكبر هجام في مصر. معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه. هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه. ايه يعني الحكايه؟ ايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعه تاني جد فايده ازاي؟ فايده كبيره مش كده؟ تنورت. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك. خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهم. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عرف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي. هلا خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تقتل هم اي حاجه لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني ايه. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجه. الشاي يا معلمة. تشكر. نخدمك في الافراح يا اكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف. بس تعقيبا على التصريح الاخير بتاعك ده رمضان، انا فعلا بقول ان حرب المدن دي فيها اسفاف. اصل الحكايه كلها هي روسيا وامريكا. وهي روسيا وامريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100. انا صدقني لما اقول لك ايه. سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جات اشاره دلوقتي لمكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني رابريون بلابلت قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. بس هنا محدش يفتح بقه. الجلسة ست الجامعة. حاضر. مع السلامة. ادخل. مذكور رمضان ابراهيم اسماعيل يا فندم. افتح معه.
اسمك؟ قال لك ما هو لسه قايل اسمه اهو. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقه يا رمضان. حقيقه ايه؟ هو احنا اللي هنحدد زيدو؟ اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقه كلها يا رمضان خلاص. احنا ما كناش نايمين. وقبضنا على 2 متهمين من العصابه اللي سرقت الفلوس. البشبيشي محمد عبد الحميد وشحات علي السيد. واعترفوا بالكامل بالجريمه وجاري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده ايه؟ قال الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس. شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقه. حقيقه ايه؟ يا سعاده البيه انا حرامي، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وانا اتحكمت وخلاص وبنفذ دلوقتي مده العقوب، وبعد العقوبه ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى راي المثل بصل بخمسه وخمسه ببصل. انما تقول لي سيادتك امور وقتيه وحاجات مستعجله وبشبشه الحكايه اصلها هتضيق ومش مستحمل الحاجات دي كلها. اعمل معروف يا رمضان. انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابي. انت ما سرقتش يعني الحكايه هتبقى مجرد قضيه ازعاج للسلطات وخلاص؟ الله، ما سرقتش ده ايه؟ حرام او انت انا يعني اكذوبه. يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا من معروف وحياه ولاد، بلاش كلام كتير، افهم وركز، انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل. خد عسكري. الله، ياخد مين؟ يا سعاده البيع انا حرام، حرامي؟ انا سرقت 100,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا وانت كنت لابو كله في الامان ورحمه امي انا حرامي، حرامي لسه قراري مختلف. هي براءه العافيه ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي ايه؟ دلوقتي انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي؟ انا مش حرامي. ما تهدى بقى عمار. ما تطلع تبقى لي اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه؟ لو انت هتعرف احسن من الحكومه. اذا كانت الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا فشوش؟ ايوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدقف اللي معاه اكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى. هم خلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ايه يا جدع انت؟ انا عارف. مش انت اللي بتقول؟ انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما. انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. جامي ليمون وشاورما. ما انا قلت كل حاجه ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من اريده يا دي. لكن هجيب هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عن كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه. بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. طب قول. قول له كمان، قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها نان. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها نان ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه ما انا كنت هقول لك. قول قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعه هوا. انا تكسفني قدام المعلمين؟ ما عادش اللي يكسفك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما ماما انت كمان تقول ماما ماما. حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين للاسم الهلوتي ده؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيب ان شاء الله هجيب. الا قول لي لو عوزتك اجيبك من ايه؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حاره الكلب. حاره الكلب. ناصيه النتن. ناصيه النتن. قهوه البقر حاره الكلب ناصيه النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلوت بيه. كلوت بيه. كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. ربنا يخليك يا سي رمضان. الحمد لله على السلامه يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب.
عجوة؟ حط لي عجوة يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت تحطه بطيخ يبل ريقي. عجوة؟ طيب طيب رمضان مش معقول. ازيك يا رمضان؟ الحمد لله على سلامتك. وحشتيني وحشتيني قوي قوي. وانت كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عيني. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوة. واكل ايه؟ عجوة. طب تعال 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 معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا، اهلا بخطيب بنتي وجوزها. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذا الزهرة من العجينه. اطلعي علي هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزته ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا ستي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني؟ كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. خش استحمى وقوام قوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن. متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا حسيبك؟ ده انا مش حسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا؟ اطلعي علي هات الفراخ. هات الفراخ اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي يا روحي، اطلعي يا اختي. أخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان، الحياة مش فلوس. فعلا الحياة مش فلوس، الحياة عجوة. إيه؟ عجوة. الحياة عجوة. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. جيلي عليها الحاجة دي. حاضر. أهلا وسهلا. ده إيه النور ده؟ منور الدنيا كلها منورة. ده نوري. أي والله يا نوري، الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول إيه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. إيه هتروح تجيبهم؟ أجيبهم من إيه؟ من الحتة اللي إن كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما أنا ما أقدرش أجيبهم دلوقتي. ليه؟ أنا الأوان تتمتع وتلبس وتعيش عيشة المليونات. لا ما أنش الأوان ولا حاجة. مهاني علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي وعيش عيشتي المليونيرات، ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص، لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المتدكن ونديها. نديها بقى يا جماعه. ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجننت يا بنت انت؟ ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر، انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا حرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهه في اوانها. اموت انا في المنجهه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان،